بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. صباح الخير. Hope everyone is doing great. احنا النهارده الاسبوع الثالث او الحد الثالث من الصوم المقدس، زي ما اكيد كده سمعتوا من ابونا، بنسميه حد الايه، الابن الايه. في ناس تقول عليه الابن الضال، في ناس تقول عليه الابن الشاطر، في ناس تقول عليه أحد الأب المحب. سيدنا امبارح قال لنا بنسميه حد التوبة، يعني ليه كذا اسم. طب احنا يعني أبونا كلمكم عن المثل وتعلمنا كتير، لكن زي ما عملنا المرة اللي فاتت هناخد جزء ونكبره شوية. النهاردة بنشوف اتنين، الابن الصغير والابن الايه والابن الكبير. واضح ان كل واحد كان واخد قراراته بطريقة معينة. يعني الابن الضال كان بيفكر وبيقول ان انا اخد الفلوس واروح اعيش مع اصحابي وهيبقى ليا حياة احسن او حياة افضل، بيفكر كده. الابن التاني واضح ان تفكيره كان مختلف، كان واضح ان تفكيره ان انا هقعد مع ابويا ولما ابويا يعني ربنا يسهل ويمشي من الدنيا اللي احنا فيها دي اخد الايه، اخد الحاجات بتاعته. كان قاعد لغرض مادي يعني. فالاتنين ليهم تفكير مختلف والاتنين ليهم قرارات مختلفة. اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هو ايه اللي بيقود الانسان في حياته. الانسان كل واحد فينا ايه اللي بيقود الانسان في حياته، ايه اللي بخليني اخد القرار، والقرار اللي انا باخده ده صح ولا غلط، القرار اللي انا باخده ده يوديني للهدف اللي انا عايزه ولا ما يودينيش للهدف اللي أنا، وهكذا. فهنقول كذا حاجه وفي الاخر هنركز على حاجه واحده منهم. ايه اللي انتوا قولوا لي، يعني ممكن نتكلم مع بعض، ايه اللي بيقود الانسان في اتخاذ قراراته؟ يعني لما نقعد نفكر كده ان ايه اللي بيخليني اخد القرار. ها، في كذا حاجه اكشلي، في كتير قوي. ايه اللي بيخلي الواحد ياخد قرار غير الهدف؟ انا باصص على الهدف، لكن انا فيا، انا باخد قراري ازاي، بايه، ايه اللي بيقودني في اتخاذ قراراتي؟ العقل، اول حاجه العقل. اوكي، هنتكلم في الاخر. جون بس مانيش، كان يكلوز الدور، اني اي حد يقفل الباب. مجدي يقفل الباب بليز. ثانك يو. فاول حاجه وده اللي هنركز عليه في الاخر خالص هو العقل. يعني هو اللي بيقود الانسان العقل بس ولا لا؟ فالعقل هو مش الموجه الوحيد للانسان، لكن اول حاجه هنفكر فيها هي العقل، ودي اللي هنتكلم عليها بالتفصيل. لان الانسان ممكن في حاجات تاني بتخلي الانسان او بتقود الانسان، وهقول لكم امثله في الكتاب المقدس وامثله في حياتنا ممكن تقود الانسان في اتخاذ قراراته. يعني في مثلا آية كده في سفر الأمثال بتقول توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها الموت. يعني مش كل حاجة بتبدو للعقل مستقيمة تودينا لاتجاه صح. بس نحط في ذهننا احنا هنجمع ايه الحاجات اللي بتخلي الإنسان ياخد القرار وهنركز على العقل في الآخر. فساعات الإنسان بيبقى في العقل، طبعا الفلاسفة يقول لك العقل هو اللي بيه، كان سيدنا هنا من كام اسبوع وبيقول لنا ان زي الفلاسفه يقول لك العقل هو اللي يحكم العقل. طب ما هو العقل لما يحكم العقل والعقل بيفكر غلط، طب ايه اللي هيخلي العقل يفكر صح؟ لازم يبقى في ريفرنس يخلي العقل يفكر ايه، يفكر صح. حتى سيدنا قال لنا مثل جميل كده، قال لك ايه، زي ما يكون في علم، العلم ده بيرفرف، العلم ده ممكن يرفرف، لكن ايه اللي بيظبط العلم اللي واقف ده؟ لو العالم ده مش موجود او مش متصل بعمود يحصل ايه في العالم، في الفلاج ده يطير، يضيع، خدين بالنا. فدي حاجة لازم نحطها في ذهننا ان العقل ده لازم يكون ليه ريفرنس، لازم يكون ليه حاجة يرجع لها. احنا كأولاد ربنا الحاجة او الساري ده اللي متعلق عليه العالم هي كلمة ربنا، الدستور بتاعنا. لكن لو انا سبت العقل هو اللي يقود فقط، ممكن العقل يقود الى ايه، ممكن يقود الى حاجات مش صح. يعني ايه اللي تاني اللي ممكن يقود الانسان في حياته؟ مشاعر. بالظبط كده.
طب حد يدينا مثل، احنا نقول حاجه وبعد كده نقول ايه مثل المشاعر، زي مين مثلا قادته مشاعره والمشاعر دي قادته الى حاجه غلط؟ سليمان وداود شمشون، خلي بالنا راجل شمشون ده جبار، المفروض ان ده كان عنده يعني ايه، كان عنده يعني حكمة، المفروض قاضي من قضاة إسرائيل، لكن لأجل مشاعره انقاد إلى هذه أو هذا الفخ اللي عملته دليلة، وبعد كده أهلك، وبعد كده تاب في الآخر. يعني نشكر الله واحد زي سليمان، أنت قلت سليمان، طب ما سليمان ده طلب حاجة واحدة بس من ربنا، قال له يا رب اديني إيه؟ حكمة، ويحكى عن حكمة سليمان ده، لكن في الآخر يقولنا وأملنا نسائه إيه؟ قلبه. القلب ده بقى دي الايه؟ المشاعر. فساعات اللي بيقود الانسان برضو المشاعر، يبقى انسان يعني عاطفي، انسان ماشي بالمشاعر بتاعته فقط، برضو ده مش صح. يعني في العقل وفي المشاعر، ايه تاني؟ نعم، الذات. ما الذات دي ما كل ده في الذات، ما كل اللي احنا بنقول عليه ده في الذات. المصلحة ممكن يبقى اللي يقود بإنسان المصلحة. Actually that's a, yeah, that's a very good idea. يعني زي الابن الشاطر، مش الابن الشاطر، الابن التاني النهاردة، ما هو اللي يكون بيقود إن هو قاعد في بيته، في بيت أبوه، هو المصلحة، فاللي بيقودني هي المصلحة. بالضبط كده، الطموح، الاهتمام، بس دي كلها الغريزة طبعا. ثلاثة، الرقم ثلاثة دي مهمة جدا، الغريزة. والإنسان اللي ماشي بغريزته فقط، سوري يعني، يبقى إيه؟ مش إنسان. أنا مش هقول الكلمة التانية، يبقى مش إنسان، لأن الله خلق الإنسان مختلف عن أي كائن تاني. خلق الإنسان يعني، هو ربنا لما خلق الإنسان خلقه من تراب، لكن بعد كده ربنا عمل فيه حاجة ما عملهاش في المخلوقات الأخرى، إن هو عمل إيه؟ نفخ فيه، ففي نفس حية. وبعض الآباء وسيدنا قال كده لما كان بيتكلم عن الموضوع ده، هنا ده نفخة الروح القدس، وده اللي خلى الإنسان يبقى شبه الله. فلما يجي الإنسان يتخلى عن هذه الطبيعة ويتصرف بغرائزه فقط، يبقى الإنسان مش إنسان. عشان كده النهاردة الأب بيقول لأبوه، لابنه الكبير بيقول له أخوك هذا كان ميتا فعاش. ما كانش عايش عيشة إنسان، دي مش حياة، زي ما اتكلمنا قبل كده في حياة وفي حياة. فيبقى قلنا العقل، قلنا المصلحة، قلنا المشاعر، قلنا الطموح، وقلنا الحاجات التانية، وقلنا الغريزة. في حاجة تانية ساعات بتقود الإنسان، ممكن تقود الإنسان زي التقاليد، اتخاذ قراراته. يعني صح ولا في صح؟ مثلا آية كده في سفر، يعني احنا مثلا ايه، هقول لكم في حكاية في الكتاب المقدس، حكاية يعقوب لما راح يتجوز رحيل. قبل ما يتجوز، يعني هو اشتغل علشان مفروض ان هو هيتجوز رحيل، لكن لما اتجوز لقى ان هو متجوز مين؟ ليئة. طب ليه؟ تقاليد كده، ما ينفعش الصغيرة تتجوز قبل الكبيرة. فطبعا عملت مشكلة. يعني very funny الآية دي لما تقروها في سفر التكوين، يقول لك وفي الصباح وإذ هي ليئة. يعني فجأة كده هو كان متجوز رحيله، في الصبح اكتشف انها ليئة. في كده آيات بتبقى very funny في الكتاب المقدس. يعني زي ما بيحصل مثلا احنا عندنا هنا في الجنازات او في الافراح، ساعات في تقاليد يعني تكاد تكون معارضه للسر او الجو السر المقدس ان احنا بنعمله، بس تقاليد، وبالتقاليد بقت تزيد، واخدين بالنا، بقت كل شويه بيطلعوا بحاجه جديده. يعني هقول لكم مثلا تقليد من التقاليد اللي بنعمله في الجنازات، لازم لما نيجي نحضر جناز نلبس ايه؟ طيب لما نيجي نفكر فيها كده، مش بعترض على اي حاجه، انا بس بقول نفكر يعني. طب هل ده يتناسب مع روح الرجاء اللي المسيحيه بتنادي بيه ولا لا؟ لا، في رجاء. عشان كده يعني ببقى مبتهج جدا لما اشوف حد جاي مثلا في جنازات ويلبس ابيض، وفي ناس تبقى مقتنعه بالابيض بس بتلبس اسود عشان ايه؟ الناس. دي تقاليد، الناس ممكن تتكلم، الناس تفهمني غلط. فساعات التقاليد هي برضو اللي بتخلي ايه، بتخلي الواحد هو اللي ياخد قراره. حاجة تاني ممكن تقود الانسان، ودي حاجة حلوة، اسمها الارشاد. ما الانسان احنا قلنا عنده عقل،
لكن لما يكون واحد بيفكر بعقل، طب عقل على عقل تاني يبقى احسن، مش اتنين خير من ايه؟ واحد. علشان كده بعض الاباء يقول لك الذين بلا مرشد يسقطون مثل اوراق الشجر. يعني الانسان اللي ملوش مرشد ده ممكن يعني يتعب في ايه، في سكته. حاجة تاني بتقود الانسان هي الاعصاب. يعني الانسان ساعات بياخد قراراته بيزد على انا قلقان، انا خايف، انا متوتر. فالاعصاب دي الانسان ساعات علشان بيبقى هو يعني مسيطر عليه، ساعات الانسان يعمل ايه، ساعات الانسان ياخد قرار وممكن بعد كده يعني يندم عليه او يقول ايه اللي انا عملته ده. خدين بالنا، واحد مثلا يعني ابسط حاجه، من الواحد يخاف كده حاجه ظهرت فجاه كده، الواحد ياخد قرار ان هو يعمل ايه، صوت. طب انت صوتت ليه؟ اصل انا خفت. بعد كده يقول هو لان خوفني. في حاجه تانية احنا نسيناها مهمه جدا، يقول القديس بولس الرسول كده في ايه جميله جدا في اعمال 24، بيقول انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ايه، بالعثره، يكون لي دائما ضمير بالعثرة. طب ايه الفرق بين الضمير والروح القدس؟ هو انا اللي بيقودني الضمير ولا الروح القدس؟ نفكر فيها كده، ايه اللي بيقودني انا كإنسان مسيحي، ضمير ولا الروح القدس؟ الروح القدس هو اللي بيقود الضمير. طب بس في فرق بين الروح القدس والضمير؟ هل الناس كلها عندها الروح القدس؟ لا. طب هل الناس كلها عندها ضمير؟ هل الضمير ممكن يغلط؟ ممكن يغلط قوي، لان الضمير هو ده الفرق. يعني الضمير ممكن يغلط، الروح القدس ما يغلطش. الروح القدس بيرفكت، هو هو، سواء انا عايش في امريكا، عايش في استراليا، عايش في السودان، عايش في افريقيا، عايش في يوكرانيا، عايش في روسيا، هو يعني هو الروح القدس، اوكي، بيرفكت، ما بيغلطش، التعليم هو هو لانه روح الله. لكن الضمير ممكن يغلط. ليه الضمير ممكن يغلط؟ لأن إيه اللي بيكون الضمير؟ اللي بيكون الضمير هو المجتمع، التقاليد، العادات اللي ممكن يكون فيها عادات غلط. يعني مثلا يقول كده على الكتبة والفريسيون إنهم كانوا إيه؟ كانوا يصفون عن البعوضة ويبلعون الإيه؟ الجمل، وضميرهم كان مرتاح. يعني هما كده ضميرهم مرتاح، يصفوا يعني على اقل حاجه يبقوا نمكيين قوي، عارف كلمه نمكي جدا ده الفريسي، لكن على اي حاجه تبقى لمصلحته يعديها، ده ضميره يسمح له بكده. واخدين بالنا؟ فالضمير ممكن الايه، الانسان يعني بتقود الانسان، بس الضمير ممكن يعني يغلط. عشان كده زي ما انتوا قلتوا الانسان المسيحي هو اللي الروح القدس يقود ضميره. To make the long story short، الانسان المسيحي المتوازن هو ده احسن حاجة. هو في قيادة الهية، في معرفة الهية، الانسان اللي يبقى عنده معرفة، والانسان يبقى عنده ادراك، وإنسان سايب الروح القدس هو اللي يقود عقله مع مشاعره مع عواطفه مع أعصابه مع ضميره. الروح القدس هو اللي بيقود كل الحاجات دي ببالانس. يعني ما ينفعش يكون إنسان عقلاني فقط، وما ينفعش يكون إنسان عاطفي فقط، لازم يبقى فيه توازن. في بعض الأوقات لازم الإنسان يستخدم عقله واللوجيك، لكن في بعض الأوقات لازم اللوجيك ده يكون محمي بالمشاعر أو العكس. عشان كده ربنا خلق الإنسان ميل and female. الميل more logically driven باللوجيك بالمنطق بالسيستم، لكن الفيميل أكتر بالإيه، بالعاطفة بالمشاعر، والاتنين بيكملوا بعض. خلين بالنا، والاتنين لو في توازن صح الأولاد اللي بيتربوا في البيت ده بيطلع في توازن صح فيهم، لأن في العقل وفي الإيه وفي العواطف. فالقيادة الإلهية اللي في الآخر، عشان كده الكتاب المقدس بيقول لأن كل الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أبناء الله. أوكي؟ يبقى
مش العقل بس، مش المشاعر بس، مش العواطف بس، مش الأعصاب، مش الضمير، مش التقاليد بس، ومش زي ما انت قلت المصلحة أو الطموح أو الغريزة. لا، هو الروح القدس اللي بيظبط بقى، بيعمل بالانس الحاجات دي وبيخلي الإنسان. طب ما نيجي نحلل النهاردة المشكلة أو المثل بتاع النهاردة، الابن الصغير كان إيه اللي بيقوده؟ الغريزة. بالظبط كده، أنا عايز أتبسط، أنا عايز أخد فلوس وأتبسط وأبعد عن أبويا، وهي دي الحرية. فالعقل قال له اسمع لصوت الغريزة. الابن التاني إيه اللي كان بيحركه؟ الابن الكبير بقى، المصلحة. بالظبط كده، ضميره سامح له بكده، أنت ضميره سامح له إن أنت اقعد مع أبوك حتى لو مش بتحبه علشان في الآخر تاخد منه جدي. واخدين بالنا؟ فده للأسف كان منقاد غلط، وده كان منقاد غلط. لكن الابن الصغير عمل، يعني عمل حاجة حلوة خالص، إن هو قعد مع نفسه وابتدى يوزن الأمور. ابتدى كده يوزن الأمور ويقول أنا بعيد عن أبويا حالي إيه، ولما كنت في أبويا عند أبويا حالي إيه. وابتدى يوزن الأمور ويحكم عقله وعواطفه بالمعرفة، وصل نفسه بأبوه تاني. والإنسان لما يرجع لأبوه، أو الإنسان لما يرجع إلى الله، يرجع إلى نفسه. وهو الكتاب كده يقول لك ورجع إلى نفسه. رجع نفسه دي يعني إيه؟ يعني رجع إلى الله. ما نفسه دي أصلا متاخدة من مين؟ من الله. هو مين مصدر النفس دي؟ الله. فلما يرجع لنفسه يبقى يرجع إلى إيه؟ فأول ما الإنسان يرجع إلى ربنا يبقى فيه توازن، هيبقى في المعرفة مع الغريزة مع المشاعر مع العقل، يبقى في توازن في اتخاذ القرار. فالإنسان بياخد اتزان، أو بياخد يعني قرار متزن، بياخد قرار صح. فهنركز زي ما قلت لكم في الأول، هنركز على العقل بسرعة كده. مشكلة إيه في العقل ده؟ مشكلة في العقل إن الإنسان ساعات يتعب نفسه يتعب الآخرين لو العقل ده مش محكم بحكمة من ربنا. الإنسان كده ساعات يسيب عقله يتملي من العالم، ياخد معرفته من العالم فقط، ياخد المعرفة من الناس اللي حواليه فقط. يعني في ممكن يكون واحد عالم وفيلسوف لكن يقول لك مفيش ربنا. الإنسان ده الإنجيل يقول عليه إيه؟ جاهل. يقول لك قال الجاهل في قلبه ليس إله، مع إنه فيلسوف وبيدرس، لكن علشان قال ان مفيش ربنا، في نظر الانجيل او في نظر المسيحية او في نظر الله، ده جاهل، دي عدم معرفة. ده اول حاجة لازم تعرفها، ان في حاجة اسمها ربنا. وحتى لو سمعت ان في شكوك حواليك، انت تحاول تدور على اللي يثبت هذه المعرفة. واخدين بالنا؟ فساعات حاجة بتؤثر على الإنسان هو حاجة اسمها الشك. وإحنا دلوقتي في المجتمعات اللي إحنا فيها دي، مع انتشار السوشيال ميديا وانتشار كل البرامج اللي موجودة وانتشار الإلحاد، ولما يكون فيه هرطقة، كان زمان مثلا فيه هرطقة زي أريوس زي مقدونيوس وزي نسطور، بس كانت يعني إيه، على بال ما توصل للناس بتاخد وقت. لكن دلوقتي لما تطلع حاجة عشان توصل الناس بتاخد قد ايه؟ ثواني. خدي بالنا؟ فواحد يشكك يقول لك هو في ربنا؟ انتش عرفك ان في رب، تعب نفسك عليه وصايم وقاعد 55 يوم وزيدت من كتر الزيت اللي انت بتاكله، وبتيجي الكنيسة وبتصحى بدري وبتمنع نفسك عن الشر اللي جسدك محتاجه، وفي الاخر تقول انا رايح على ربنا. انتش عرفك ان في ربنا؟ هو في الاخر افرض ما طلعش في ربنا، انت كده ضيعت حياتك، يعني ما استلذتش بحياتك. شك، اما دي افكار شك، مش كده؟ فالواحد لازم يكون يعني بقى يقرا، ما دي المعرفه بقى، ما يظبط العقل بالايه، يظبط العقل بالمعرفه. الشكوك دي لما تيجي، احسن حاجه للشكوك دي ان الانسان يقرا اكتر ويسمع اكتر ويصلي طبعا، علشان روح الشك دي موجوده في ايه، في عدو الخير من زمان. لما جه لادم وحواء هو باع لهم الفكره دي، مش عرفك ان ربنا بيحبك؟ هو لو بيحبك ما كانش قال لك ما تاكلش من الشجره دي، غالبا ما بيحبكش.
طب ما بيحبنيش ليه؟ لا هو يعني بيحبك اه، بس مش لدرجة ان هو يخليك زيه، عشان كده مش عايزك تاكل من ده. وابتدى ايه يزن عليه، ما هو الشيطان زنان. جرب، طب مش طب مش مصدقني، جرب كل كده من الشجرة وجرب وشوف. يا عم هنموت. لا مش هتموت ولا حاجة، ده بيقول لك كده بس، هو الشيطان كده. فللأسف هم قبلوا الفكرة وإيه، وأكلوا وعصوا ربنا وانفصلوا عن ربنا. الابن الصغير النهاردة اللي بعد كده تاب عمل كده، الشيطان جه باع له الفكر، مش ضمنك ان ابوك ده بيحبك، ده مكوش على قرشين كده وانت واخوك يعني بتحرته في الارض بتاعته ولا بيديك حاجه، ما تاخد الفلوس وروح تتمتع، ده انت راجل شاب وليك اصحاب وتتمتع كده زي الناس اللي حواليك وشوف عيش دنيتك، ايه اللي انت قافل عليك انت واخوك في البيت كده، ايه الحبسه دي؟ يا عم سيبك من ابوك، خد لك قرشين وامشي. فكر. كان المفروض يعمل الابن الشاطر ده يعمل ايه؟ ايه اللي كان المفروض يعمله الابن الشاطر؟ ها؟ يقاوم، صح، بس يقاوم بايه؟ حاجة كانت حواء برضو كانت المفروض تعملها. نعم؟ يصحي ده، ما هو ضميره واضح ان هو ضميره كان يعني مقتنع بكده. لكن ايه اللي كان ممكن يقاوم بيه؟ هو ما كانش لسه فيه انجيل، او كان فيه العهد القديم طبعا، بس هو ربنا يعني كان بيتكلم على مثل محدود. ايه اللي كان ممكن يخلي الابن ده ما يفكرش كده؟ ما عندهم مصاري العشر، ما فيش حاجه في الوصايا العشر بتقول لك ما تاخدش مال ابوك. اه طبعا دي صح، كان ممكن الوصية، ما هو طلب، ما هو طلب، ما المشكلة انه طلب. هو ممكن يطلب من ابوه زي ما انت بتقول، يعني انا عايز اتفسح وارجع لك تاني، يعني كده ممكن. اه طلب كويس، يعني مش هات البتاع واسيبك وامشي. اللي كان ممكن يفكر فيه واللي كانت حواء المفروض تفكر فيه، كل النعم اللي ابوه مديها له، هو دي اللي رجعته بعد كده. لو خدت بالكم، هو لما يجي يرجع بعد كده قال ايه؟ كم اجير في بيت ابي بياكل، وانا يعني بشتهي فتات الصاغ، يعني باخد فتات الخنازير. ده اللي كان المفروض يفكر فيه في الاول، يعني هو لو كان في الفكره دي من الاول ما كانش عمل اللي عمله. ولو حواء وادم كانوا قعدوا يقولوا ايه الشجره دي، يعني ما هو ربنا من الأول قال لنا كلوا من كل شجر الجنة، ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا الإنسان الوحيد اللي مخلوق على شكل الله، أبص كده حواليا اللي أشوف الحشرات والنباتات والأسماك والطيور والحيوانات، محدش فيهم لا بيتكلم ولا بيفكر ولا بياخد قرار، ومش متسلط على الكائنات كلها، يعني ده لو بص حواليه بس كده. وربنا مديله سلطان على كل لو كان آدم وحواء فكروا بالطريقة دي، لكن اللي قاد حواء في اتخاذ القرار كانت ايه؟ مشاعرها، الشك. اول ما الشيطان بيحط الشك، الخطيه تزغلل في عين الانسان. لو تلاحظوا، انا قلت لكم المره اللي فاتت سيدنا كان قال النقطه دي جميله جدا، قال ايه؟ ان الشيطان لما جه لحواء ما قالهاش بصي على شكل الشجره، شكلها اخضر وجميل ومفرعه، بصي على الثمره، ما قالش كده. هو زرع الشك في ذهنها، هو أول ما الشك جه في ذهنها نظرت إلى الثمرة فلقيتها إيه؟ شهية للنظر. لكن هو الشيطان ما جاش تأمل في الثمرة، هو بس حط شك. شايفين الدنيا بتمشي إزاي؟ فهو الشيطان يجي يحط شك، أنت إيش ضمنك الصيام ده صح؟ يا أخي ما أنت بتحب ربنا، ما أنت بتعملش حاجة غلط، لازم تصوم يعني؟ إيه حكاية الصوم دي؟ ولازم تقف تصلي، بتصلي بتكلم مين؟ الناس تضمنك ان ربنا سامعك. فالواحد بتيجي فكره تقلب بعد كده بخطيه. فالواحد لا يصوم ولا يصلي ولا وبعد كده شككنا في التناول والاسرار وهكذا. فلازم الواحد ايه يجاوب على الشك ده وما يخليهوش يتسرسب في ذهني كثيرا. الاباء يعلمونا كده، اي فكر زي الخيط كده، لو سبته يكمل يبقى شبكه وبتسيطر على عقل الإنسان. ف
فالعقل بيتأثر بالشك، والعقل بيتأثر بمبادئ ممكن تكون مبادئ غلط. لما جه قايين وهابيل، نرجع، انا دايما احب اخد كده ايه يعني مواقف ونحللها مع بعض. قايين قتل هابيل، ليه قتله؟ ها، غيره. بس ايه اللي قاده للحكايه دي؟ لا مش الشك، اللي قاده في الحكايه دي مشاعر الغيره. ازاي ده يبقى احسن مني؟ يعني دايما اقعد اقول يا رب ده هم كانوا اربعه في العالم كله وواحد قتل، يعني الربع العالم يعني literally واحد قتل. يعني لما الانسان كان مقيام اربعه بس في العالم كله كان في قتل وفي غيره وفي حسد، مع انهم كانوا اربعه بس. شوف بقى كام بليون واحد، لو كان تريليون واحد في العالم لازم يبقى فيه بقى الحروب اللي احنا بنسمع عنها دي. المهم ان ربنا جه قال له يا قايين خلي بالك في خطية رابضة على بابك، في زن عليك. ما خطية على بابك دي يعني ايه؟ في حد بيزن في ودنك ولك اشتياق ليها، لكن انت تسود عليها. هل ساد عليها؟ لا، لانه ما حكمش عقله، ما حكمش عقله بايه؟ بكلمة ربنا. ربنا قال له يا قايين انا بقول لك في حاجة بتزن في ودنك وانت تقدر ان انت تقاومها. هل سمع كلمة ربنا؟ لا. فاكرين العالم اللي قلنا عليه؟ ساب العالم ايه؟ رفرف من غير الايه؟ من غير الساري. فطبعا يعني العالم وده في ايه؟ في خطية القتل. اللي ساعات بيأثر على العقل كمان، ساعات بتسمعوا عنها حاجة اسمها برين واش. ساعات كده ناس يعني تتطلع الى انسان او الى مبدا او قبيله او مثلا جروب اوف بيبل او سكت او كالت وات ايفر، بيبقوا برين واشد بالتعاليم بتاعته. واكيد احنا سمعنا في النيوز قبل كده ناس مثلا كان في مثلا جروب سوسايد مثلا او جروب زي جانجز او كده. طب ده ليه اتاثروا بحاجه معينه؟ دي allowed someone to brainwash them. ده مش صح برضه. حاجة تانية من اللي بتأثر على العقل الأخبار والشائعات. الواحد مثلا طول ما هو قاعد قدام التلفزيون nowadays، انتوا لو فتحتوا الأخبار دلوقتي بتسمعوا حاجة حلوة؟ أنا شخصيا ما بسمعش، لكن I don't think إن حد فينا بيسمع حاجة حلوة. يا الأسعار الجاز غليت، لا في inflation، يا في حرب، يا في مش عارف مين هيشترك مع مين وتبقى حرب عالمية تالتة، ويعني مفيش حاجة يعني إيه، حاجة تدي كده ايه اطمئنان. فلو الواحد ساب عقله للأخبار والشائعات والقيل والقال، الإنسان هيبقى من جوه عنده ايه؟ اضطراب، خوف، قلق، بالظبط زي ما انتوا بتقولوا. فده بيأثر على العقل. فالواحد اللي أنا عايز أقوله إن الإنسان ما يسيبش عقله يعني من غير ما يحكمه. من الحاجات اللي بتأثر على العقل برضو زي ما قلت حضراتكم النفسية بتاعت الإنسان، ودي برضو يمكن الأيام اللي احنا فيها دي السوشيال ميديا بتلعب. دي آخر نقطة علشان ما أعطلكمش أكتر من كده. السوشيال ميديا مثلا انت بتروح على السوشيال ميديا، كل واحد بيحاول يحط على السوشيال ميديا الرياليتي ولا أفخم حاجة. حد بيحط رياليتي على السوشيال ميديا؟ قلائل، يعني مش عشان ما نبقاش بجنرالايزنج، يعني قلائل اللي بيحطوا رياليتي. لكن دايما الانسان بيحط ايه؟ يعني اعظم صوره. فالناس التانية لما تشوف الاعظم صوره دي، انا ستراجلينج، انا مثلا واحد مش عارف اطلع فيكيشن، وشايف ناس كتير رايحه، اللي رايح كانكون واللي رايح هاواي واللي رايح مش عارف الكاريبيان واللي رايح في الكروز واللي رايح في اوروبا واللي رايح، انا يحصل لي ايه؟ هبقى عندي صغر نفس، هحسد، هغير. ده يديني ان يخليني بقى يعني مشاعري ايه تجاه هذا الانسان؟ ناقم على هذا الانسان. ده قايين وهابيل، يعني دي خطيه قايين وهابيل. طبعا الابتسامه زي ما هي، لكن من جوه مش صافي من هنا. يعني انت ازاي طالع اجازه وانا لا؟ انت ازاي جبت البيت ده وانا لا؟ ازاي اشتغلت كده وانا لا؟
ازاي انت رحت جبت ما كل واحد بقى يجيب اي حاجة لازم يحط كده ويحطها على السوشيال ميديا. طبعا بقى لما نخش في تفاصيل مع السيدات بقى، ازاي انت لابسه الشنطه دي وجبت مش عارف البراند نيم ده ازاي، وانت هاو يو كان افورد ات وانا لا، او كله بقى ايه. فالنفسيه من جوه بتبقى ايه، تتعب. دي بتاثر على عقل الانسان وممكن تاثر على ايمانه. يقول لك هو ليه ربنا مش فير، اشمعنى بيدي دول وانا لا؟ مش كده بيحصل كده ولا لا؟ ليه الناس دي ربنا يعني معاها كده شغال كويس ومش شغال؟ ده انا ياما طلبت منه، دول مش محتاجين انا محتاج. فالحاجات دي بتأثر على عقل الانسان وتفكيره، وساعات على ايمانه، وساعات على اتخاذ قراراته. لكن ابعد عن الناس دي بقى، انا كل ما بشوفهم بصراحة يعني لا بحس من جوه ان انا مش كويس. المهم طبعا ساعات بتأثر على الإنسان طبعا الشهوة، وساعات بتأثر على عقل الإنسان العاطفة. في الآخر عايزين نقول اللي يكون أو اللي خلي الإنسان يمشي صح هو اللي بتقوده وصية ربنا والروح القدس. عشان كده الكتاب المقدس يقول لك إيه، وعلى فهمك لا تعتمد. على فهمك لا تعتمد، يعني ما فكرش، لا فكر، بس وانت بتفكر ميك شور القرار اللي انت هتاخده ده ماشي مع وصية ربنا، القرار اللي انت هتاخده ده ماشي مع روح الانجيل، القرار اللي انت هتاخده ده هيوصلك للهدف اللي احنا كلنا قاعدين علشان نوصل له اللي هو السماء. عشان كده الانجيل يقول لا تكن حكيما في عيني ايه نفسك. داود النبي يقول كلمة جميلة جدا، يقول لك ايه، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. وصية الرب مضيئة تنير العينين من بعد. اللي أنا عايز أقوله في الآخر إن الإنسان فيه عوامل كتير جدا اللي بتخليه ياخد قراراته، يا العقل، القلب، العواطف، المشاعر، التقاليد، العادات، الضمير اللي ساعات ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط، حاجة influencing في المجتمع، سوشيال ميديا، سكت او كالت معين او مبدا معين بيعمل برين واش للانسان. ساعات الانسان بيادبت يتبنى فكره ويبقى مقتنع بيها ومش عايز اي حد يعني يشيله منها. ده اللي حصل للهرطقه مثلا زي اريوس ومقدونيوس ونستور. يعني جه اريوس قال لك لا انا مش مقتنع ان الاب والابن واحد، يا حبيبي ده غلط، لا انا خلاص انا كده مقتنع بالمبدا ده. يعملوا له مجمع مكاني، مجمع محلي، مجمع مسكوني، هو مصمم خلاص يعني يحرم. في الاخر طبعا عارفين نهايته ما كانتش حلوة خالص يعني. فالانسان لازم يحمي فكره ويحمي قراراته، ان كل حاجة الذين ينقضون بروح الله اولئك هم اولاد الله. عايزين نحفظ الآية دي، الذين ينقضون بروح الله اولئك هم اولاد الله. قبل ما اخد قرار، قبل ما اقبل فكرة، قبل ما اقبل مبدا، قبل ما اتخذ اي قرار ممكن القرار ده يبقى ليه عواقب بخيبه بعد كده سواء لي انا او لعيلتي او لاصحابي، اشوف في ارشاد الروح القدس، في ارشاد الاباء في الكنيسه، في الكتاب المقدس، اشوف اللي انا هاخده ده، القرار اللي انا هاخده ده ماشي مع روح الانجيل ولا لا. ليه احنا اتكلمنا عن الموضوع النهارده؟ علشان بنتكلم على مثل الابن الضال، وازاي كل ابن اتخذ قرار وما كانش صح، لكن الابن الشاطر نشكر ربنا رجع لنفسه، وده اللي مفروض نعمله، نرجع لأنفسنا ونقول يا رب كده ادينا الاتزان في ان احنا ناخد القرارات، ما تبقاش بالعقل فقط ولا بالتقاليد فقط ولا بالضمير فقط ولا بالعادات وهكذا، يبقى في بالانس. والبالانس ده الحاجة الوحيدة اللي تعرف تعمله لنا هو الروح القدس، لأنه روح الله. Any questions? We're good? مرة جاية بنعمة ربنا ناخد حاجة من الحاجات. يبقى احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على الحياة، ايه معنى الحياة، النهاردة بنتكلم على اتخاذ القرار في حياة الانسان. افتكروا المثل الجميل ده، من ساعة ما سيدنا قاله بصراحة يعني مثل جميل زي العالم كده، جميل وليه يعني ايه، ليه مهابة كده وليه جلوري، بيحيوا العالم، يقولك بحي العالم وماشي، لكن ده سيمبل. فزينة الانسان ايه؟ عقله.
لكن علشان العالم ده ما يطيرش في الهواء وبعد كده يقع على الأرض، لازم يكون فيه ساري بيحميه. هذا الساري هو إيه؟ وصية ربنا، روح الله في الإنسان اللي بتحكم إن العقل ما يروحش بعيد، لأن الإنسان لما بيروح بعيد بعقله ممكن يوديه في سكك يعني عاقبتها الموت زي ما قلنا كده، تبدو مستقيمة لكن في الآخر عاقبتها الإيه؟ الموت. له المجد أيمن أبديا إلى الأبد، أمين. تفضلوا نصلي. أخيرا رب شفاعة العذراء طاهر أم النور مريم وكل مصاف شهود القديسين بركة القديس موريس وكل شتاء كتيبة الطبية، أعطيني يا رب أن إحنا نسمح لروحك القدوس أن هو يقودنا في كل خطوة ويقودنا في كل قرار. إحنا أولادك يا رب وعايزين أي قرار ناخده يقودنا إليك وإلى سماك. هذا العقل يا رب هو زينة الإنسان، العقل والحكمة هو ما يفضل الإنسان عن أي كائن آخر. أنت أعطيتنا أن نكون على شبهك ومثالك، يكون لنا الفكر ويكون لنا العقل ويكون لنا الحرية في اتخاذ القرار، لكن نريدك يا رب أن تحمي أفكارنا من أي شكوك، وتحمي أفكارنا من عدم معرفة، تحمي أفكارنا من عدو الخير اللي دايما بيزرع الشك فينا. أعطينا يا رب وإحمي أذهاننا وإحمي أفكارنا لكما بإرشاد روحك القدوس وبإرشاد كل القديسين نكون مرشدين إلى أن نكون معك إلى الأبد في ملكوت السماوات بشفاعة أمنا الطاهرة مريم وكل مصاف الشهداء القديسين بركة القديس موريس وكل شتاء كتيبة الطبية. اسمعنا يا رب عندما نصلي خليقة أليم بالشكر. يا أبنا الذي في السماوات يقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. والآن محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد ربنا ولكن خلصنا يسوع المسيح شركة وعطية ومحبة الروح القدس فتكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم ويدوم فيكم. ومع روحك.